بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الاستقامة وعلمنا كيف نصلح ذواتنا. آمين يا لطيف بنا. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأمر الأكبر سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهو يسارع في بعض الدفعة أن يخرجوا من دوشخة ومزيج من الكفر والنفاق والإيمان في بعض الأحيان. هو خليط ولا يعلم أنه خليط. هو كتلة من الدينونات، كتلة من الكتل، كتلة من كما قال بعض العلماء النفس، كل هذه التقريب الوضعي بعيش في هذه البلوغ، هذه التحضير. كما تريد أعطيك الشرطة علم النفس، أعطيك زوجك علم النفس، أو حالك كيف تصرفها، أو كيف تلعب أسلم ولا أعرف شيء مهم يتهيأ له. وبعد هو في الطرق التعليمية نفسك تقوم رسمه. فكر في الدبابة ولا ملوسة وركز عليها، والطيارة بالتنفس وما تنسى الروح بتاعك المنفوسة مضروبة كورة من عمية، ما تنسى عقلك مختل خلوش. هو عنده اسم يقول لك الشيوع ذاك يقول اللي يحب، لأنه كما يعملوها جماعة صفصفة يفهم ويعرف مش طالب ولكن ما طالب، باش يوريك اللي هو فاهمك ويوريك هو ريحك لله ومالك بكل حق. والله العظيم والله الناس خف بالا اللي بعد الايام الصالحين عليهم رضوان رب العالمين ما ثم الا مش خف العلماء علماء النفس ولا ليس صحيح علماء النفس القرانيين هم علماء النفس لانهم ياخذوا باثر القران ويكيفوها حسب المكان والزمان والانسان ويعطيك على طبق يفهم ذهب على طبق نوراني يعطيك الخلطة اللي هي خلطة ناجحة مش خلطة على نفس الدجالين. الحمد لله مش كلهم دجالين، الحمد لله ناس كما ناس مش كتمال، بل يتصرف اللي ما عندوش مال يخير طريقه ويزيد يطلوا اللي مش بعيد يطلوا اللي هو دعائه مستجاب في الرحمة، لأنه من أنزل القرآن أو من نساء القرآن. وما لازموش خد النص المعقدة يسم كلها على الإنسان المعقد، ومشاكله هي معقدة كذلك والحلول هو اللي كانت بسيطة. لكن نعطيه ملا صراحات، نعطيه إشارات لعل الناس تأخذ منها الكثير ومتبيعتهم إذا كان فهم مش حد يتحسن مش يزيدوا يرجو لكلام الله حتى تنفتح آفاق أخرى، حتى تأتيهم أفكار أخرى بما فيها خير يزيدوا تمكين في الإسلام وانتصار الإسلام ويزيدوا يتسلوا في كيف يعيشون الإيمان ويزيدوا يترقوا في مستوى الإحسان. هذا اللي نعلمكم عليه، وهذا مثلا قديم، وقلنا لا نبتغي الأجر إلا من عند رب العالمين. هذا ما يجبش عنه علماء نفس الدنيويين الدهريين. نحن هنا في سبيل الله، وقلنا كلما غاب عمل أو إشارة أو خطاب ليس فيه لوجه الله فهو قاطع من سبيل الناس في التحري من الشيطان الرجيم. نسأل الله السلامة لنا ولكم. آمين يا رب العالمين.